اللحظة الصعبة اللي مرتي بيها بقى. في ممر افتر ايت ولا في حياتي كلها؟ مع ماما. فقدانها أزيد يعني أكيد كان يعني أكيد تغير كل حاجة. لحظة. بس انا هقول لك على حاجه. يعني انت ضحيتي بكل حاجه عشان خاطر والدتك طبعًا. وسبتي كاريرك سبتي دراستك طبعًا. واشتغلتي في حاجه طبعًا. ممكن تكون مش مهنه ست بقدر ما، وبعدين مهنه بعيده عن تخصصك، لكن عشان ماما. طبعا لحظه الفراق بقى دي وما استتبعها بعد كده. انا بص هقول لك على حاجه. انا لحد دلوقتي بهرب من فكره ان هي مش موجوده. انا بحط يعني صورتها موجوده معايا في كيس الفلوس، بس انا مش ببص للصور خالص، انا مخبياها مني عشان هي موجوده، بس ممكن تكون مسافره، ممكن تكون بتجيب حاجه. بس انت مش واصل مرحله الكفر او الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، بس في نفس الوقت انت بتطبطب على نفسك ان هي اكيد مرتاحه، لان هي تعبت قوي بقالها سنتين ونص في تعب ما بعده تعب، وانا مش قادره ادخل جوه جسمها اشيل عضله القلب الضعيفه او السكر اللي بيعدي 700 او البتر اللي ممكن يحصل، الغرغرين اللي انتشرت في رجليها او تركيب المفصل اللي بقى في الرجل اليمين وهينتقل لرجل الشمال. كل ده موجود، وبتصحى من النوم على ان هي في اوضتها عماله تقول وانا مش عارفه ادخل اتوغل جوه رجليها او جوه قلبها او جوه بطنها او جوه نزيف شبكيه العين. انا مش قادره، انا كل اللي انا يعني انا كل اللي انا يا حبيبتي طب 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 قولي لي اعمل لك ايه؟ انا مش عارفه اعمل لها حاجه. دكاتره، انت بتروح لدكاتره، اشعاعات بتعمل اشعاعات على قد ما بتقدر. الحمد لله كنت متحوطه بجيراني حبايبي اللي ساعدوني برضو، انا كنت اروح المحل عشان انا اجيب فلوس عشان انا اشتغل، لكن ولله الحمد كانوا جيراني كانوا شايلين معايا الحمل، كانوا الاهل بقى هنا اللي هم بيدوا العلاج بيغسلوا حاجه. وحيدة. انا ليا اتنين، ليا اخ من امي وليا اخت من ابويا، لكن ماما بفضل الله سبحانه وتعالى كانت بتعتبرني الزوج والاب والام والسند. وعلى فكره انا وهي كنا مختلفين كتير، هي كانت في تراك وانا في تراك، بس اتفقنا على مبدأ واحد لحد ما ماتت، ان انا ضلك وان انت حبيبتي وان انت بنتي وان انت عمري. وهي قالت لي انت امي وانت اختي، حتى لما كانت بيكون لها طلب كده وشغل الملحسه بتاع الامهات تقول لي يا اختي، اقول لها جيبي من الاخر ولخصي وانجزي شوفي انت عايزه ايه، يا امي هاتي من الاخر يا نور واخلصي. عارف انت اللي هي هات وخد في المعامله الحميمه بينك وبين امك. احنا كنا كده لحد ما راحت. بص انا هقول لك على حاجه، وربنا اللي عالم، عشان انا على قد ربنا معاني اتقيت الله في حبيبه قلبي. هي راحت حسيت ان روحي كلها بتتسحب والعمر وقف، تعبت قوي تعبت، بس عارف انا اتشلت شيل من على الارض وربنا بعت جنوده من الملائكه والانس. اقسم لك بالعلي العظيم انا اتشلت شيله من زبايني، المكسب بتاع افتر ايت، المكسب بتاع محل ام دهب، اصدقائي وجيراني في الممر وجيراني في المنطقه، اتصالات من كل ناحيه، الناس اللي عملت لها عمره اللي هم العلاقه بيقولوا السوشيال ميديا وتواصل اجتماعي ده عالم وهمي. ما كانش عند دهب غريب عالم وهمي، كان عالم واقعي وفعلي. انا الناس كانت بتعمل عمره لامي وكانوا بيصوروا فيديو لدهب عشان تصدق ان دهب اتعمل لامك عمره.
والله العظيم حصل لها اكتر من 4 عمرات ما شاء الله، الله يرحمها. والله مسؤوليه ذهب. يعني بعد وفاه الوالده اظنك في لحظه فكرت انك انت ترجعي لحلمك القديم بقى، دراستك اللي انت درستيها وافنيتي يعني وقت طويل من عمرك فيها انك تشتغليها. ما رجعتيش ليه؟ اللي هو الحلم اللي هو انك تشتغلي بمؤهلك الدراسي التجاره. اقسم لك بالله انا خريجه محاسبه، لو قلت لي 1000 زائد 100 كام هجيب لك الكالكوليتر كده زي الشاطره واحسب. انا دخلت عشان التنسيق دخلني كده، لكن انا كنت اعشق الاعلام وخدت كورسز فعلا في الاعلام في الاعداد والتقديم. لما امي توفاها الله خلاص انا بقيت دلوقتي بقى عندي وقت كافي لتحقيق حلمي، قادرة أركز، قادرة أفكر، لأن كان كل الوقت اللي فات والعمر اللي فات في التركيز بتاع أمي. دلوقتي خلاص أنا أصبحت بطولي، ولا عندي زوج ولا عندي طفل ولا عندي، الحياة بيس بالنسبة لي والحياة لطيفة جدا. أبدأ أركز بقى هعمل إيه، أبدأ أصور عدد من الفيديوهات الصغيرة، أبدأ أخاطب الناس، أبدأ أعمل صفحة حلوة على الفيسبوك وأقول للناس يلا بينا الحياة أحلى مع دهب. بعد ما عملت كده وصلت لإيه؟ هقول لك على حاجة. حققتي اللي أنت عايزاه ده؟ يعني أشبعك؟ لا لا لسه. لسه كتير. أشبعني إيه؟ أشبعت ده لو أنا قعدت مكانك وأنت جيت قعدت مكاني، لما نبدل الأدوار، لما أكون أنا مكانك وأنا مش ببص لرزقك. أنا بحلم زي أي حد ما بيحلم. يعني أنت حلمك دلوقتي إنك إيه؟ تبقي إيه؟ أنا دلوقتي بحلم إني أكون مقدمة برامج اجتماعية داخل الحدود جوه مصر. نفسي. مش صعب؟ لا مش صعب خالص، لأن بص ربنا مش هيضيع 22 سنة شقة هباء، وبشر الصابرين. مش ممكن هيضيع. وليه ليه قالوا عليكي انك انت ست ب 100 راجل؟ والله هقول لك، يمكن علشان قدرت اقف وسط قهوه بلدي، يمكن علشان وقفت مع ناس في مواقف زي ما هم وقفوا معايا، يمكن علشان بحلم وبتنطط وبعاثر، يمكن علشان عندي امل في بكره، يمكن علشان لما بتجيلي بحتويك وبضمك وبتحس ان انا اختك او امك، فتحس ان احنا كده ولاد بلد مصريين. يعني انت دلوقتي امنيتك اللي انت نفسك تحققيها انك انت تشتغلي مذيعة، مقدمه برامج اجتماعيه وليس الطبخ. الطبخ مش عايز اطبخ انا على فضائيات، انا عايزه اكلم الناس. عايزه اقول لك بتكسب اكتر. لا معرفة الناس كنوز صدقني. انا دلوقتي سهل قوي قصة طبخ دي، ما عنديش مشكلة. على فكرة انا قبل كده اشتغلت في احد المواقع، كنت بقدم برنامج طبخ، بس يا جماعة والله ما لقيت نفسي. انا عاوزة اتكلم مع الناس، انا عشت في وسط الناس، انا منهم وبيهم وليهم، عاصرت مشاكلهم. عموما بصي لا اقدر اقوله لك، انا اتمنى ان اقدر اساعدك في حاجة زي كده. ميرسي. فهتلاقيني مرة واحدة بقول لك تعالي هجربك كمقدمة برنامج اجتماعي معايا هنا في البرنامج، ونشوف بعد كده رأي الناس. اوعى تكون بتضحك عليا عشان انا بحبك، اوعى تستغل مشاعر ان انا بحبك عشان خاطري. لا بضحك عليك. والنبي هتلاقيني بعمل ده. ماشي. ان شاء الله. وانا منتظر. دهب انا سعيد اني شفتك. حبيبي. وبجد قصة انا بعتبرها فيها عبرة كبيرة جدا. وربنا يرحم ماما يسكنها فسيح جناته. آمين. ويرزقك بالرهبة بعد وفاتها زي ما كنت بره بيها في حياتها. يا رب يا حبيبي. إن شاء الله. يا رب.